نبوءة حرف الفه اللي تحافظ على الأسرة العلوية وما ينتهيش حكمها. وفعلا كانت الذرية كلها من حرف الفه، حتى اللي خلفوها من بره العيلة، ويوم ما تنازلوا عن حرف الفه انتهى حكمهم فعلا. لكن من الأسرة دي تلاتة فوزية، تلاتة فوزية من أسرة واحدة، يا ترى كان مصيرهم إيه؟ فوزية فؤاد، وفوزية فاروق، وفوزية أحمد فؤاد. أهلا بيكم في الإكسرانس بتاع زمان. صباح شريف للي بيشوفنا بالنهار، وبونسوار اللي بيشوفنا بالليل. على الاكسلانس بتاع زمان جيت احكي لكم حكايات زمان، وبالمره اشوف زمانكم. هكون ممنون قوي قوي من حضراتكم لو عملتم لايك وشير وسبسكرايب وفعلتوا الجرس، او يحصل تواصل بين حضراتكم وبيني على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام او في اي حته. حكايه النهارده سمعتها من نشأة الشباشيرجي، وهو واقف في البلكونه بيغازل البت حليمه هارون وهي بتنشر غسيل على السطوح. لكن انا مؤدب، ما كنتش بغازل حليمه، كنت بغازل امها. بدات الحكايه في جنينه قصر المنتزه في اسكندريه. لمح الملك فؤاد الاول ملك مصر ست عجوزه لابسه ملابس غريبه ماشيه جنب السور، سور القصر. امر باستدعائها. الست دي طلعت بتقرا الطالع، ابين زين ابين واشوش الودع. الست العجوزه تنبأت بالملك فؤاد انه هينعم بملك عظيم طالما حافظ على وجود حرف الفه في عيلته، وانه في اليوم اللي هيتخلى عنه عن حرف الفه هيزول حكمه. وفعلا امر الملك فؤاد الخدام وعمال القصر انهم يزينوا القصر، البوابات، التحف، الانتيكات، المابوليا كلها تتزين بحرف الفه باللغه الانجليزيه. ولما نزل مراته خلفت، امر ان يسموا ولاده باسماء تبدا بحرف الفه: فوقية، فاروق، فوزية، فايزة، فايقة، وفتحية. ومن بعده حافظ ابن الملك فاروق على استمرار حرف الفه، حتى انه اسم مراته الاولى صفيناز في الارض سماها الملكة فريدة، واطلق على بناته اسماء فريال، فوزية، وفادية. لكن فاروق ما عملش كده في جوازته التانية من الملكة نريمان اللي خلف منها ولي عهده احمد فؤاد الثاني. وكان المثير للدهشة انه في نفس السنة انتهى حكم الملك فاروق، وانتهى معاه حكم الأسرة العلوية. أما الحفيد الأمير أحمد فؤاد الثاني فخلف محمد علي، فوزية لطيفة، وفخر الدين. يعني كده يا سادة كرام، يا سادة العطف والإحسان، عندنا في العيلة ثلاث أميرات بنفس الاسم: فوزية، فوزية بنت الملك فؤاد، فوزية بنت الملك فاروق، وفوزية بنت الأمير أحمد فؤاد. يا ترى التلاتة لهم نفس القصة؟ التلاتة حياتهم متشابهة؟ يلا بينا نعرف قصة التلاتة فوزية. سري فوزيز. إنها المرأة التي ترك الرب توقيعه عليها. دي كانت كلمات رئيس فرنسا الأسبق شارل دي جول عن الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد وأخت الملك فاروق، اللي اتمتعت بجمال نادر وغامض. ما كانتش مجرد أميرة، بل كانت من أجمل أميرات الأسرة العلوية. اتولدت فوزية يوم 5 نوفمبر سنة 1921. سنة 1939 كان شاه إيران رضا بهلوي بيدور على عروسة لابنه ولي العهد الأمير محمد رضا بهلوي. ما شافش أجمل من فوزية، خصوصا وإن كمان يكون الزواج السياسي يربط بين أكبر مملكة سنية وأكبر إمبراطورية شيعية. والحقيقة لا الملك فاروق ولا أخته الأميرة فوزية كانوا متحمسين للجوازة دي. كان في فارق كبير في الثراء والتعليم والثقافة بين الأسرتين، لصالح أسرة الملك فاروق طبعا. لكن المستشار السياسي المقرب للملك فاروق علي باشا ماهر أقنع فاروق بالجوازة، أقنعه بأن الجوازة دي والتحالف مع الإمبراطورية الإيرانية هيقوي موقف مصر ضد الاحتلال البريطاني. والحقيقة أخويا وحبيبي وصاحبي الجدع علي باشا ماهر كان شايف إن مصر لازم تهيمن على كل تكتلات الشرق الأوسط بس بالجواز. إخوات الملك فاروق حلوين ومتعلمين وشيك، والعرسان عليهم كده. علي باشا ماهر كان بيخطط خطة لتزويج إخوات فاروق الباقيين للملك فيصل الثاني ملك العراق، ولا ابن الملك عبد الله ملك الأردن. تم المراد من رب العباد وحصلت الجوازة.
وبعد فرح أسطوري في قصر عابدين طلعت الأميرة فوزية اللي بقت إمبراطورة على إيران، واتفقت هي وجوزها إنهم يتكلموا مع بعض بالفرنساوي لأنها لا بتعرف تتكلم فارسي ولا جوزها الإيراني بيعرف يتكلم عربي، بس الاتنين بيعرفوا يتكلموا فرنساوي كويس جدا جدا. وفي إيران كانت الأميرة فوزية ليها مكانة خاصة وكبيرة جدا عند حماها الإمبراطور الشاه رضا بهلوي، كان بيكن ليها كل حب وتقدير، ولما كانوا بيقعدوا ياكلوا على ترابيزة الأكل كانت فوزية تقعد جنب حماها جنب الشاه. وفي مرة من المرات تعبت فوزية، بالتالي ما قدرتش تنزل تاكل على ترابيزة الأكل مع العيلة كلها. كمان حماها شاه إيران ما نزلش ياكل وما اطمنش ولا هدي باله غير لما عرف ان مرات ابنه خفت وانها تنزل تاكل معاهم من تاني. الغريب وبالرغم من كل ده الأميرة فوزية ما حبتش الشاه، ما حبتش الإمبراطور رضا بهلوي حماها، وصفته بأنه راجل عنيف وعدواني. لكن الحياة في إيران ما كانتش وردية، حماتها وبناتها غاروا منها، غاروا من جمالها وشكتها، غاروا من حب ولي العهد ليها واحترام الإمبراطور الكبير ليها زيادة على اللزوم. عشان كده بدأت المشاكل، لدرجة أن في يوم الأخت التوأم لولي العهد، أخت جوزها التوأم الأميرة أشرف بهلوي، أو والله اسمها أشرف، في يوم أشرف دي كسر الطبق على دماغ الأميرة فوزية. ده غير أن فوزية ما حبتش الأكل الإيراني لأنها كانت متعودة على المطبخ الفرنساوي زي الإكسلانس. اللي زاد وغطى أن الإمبراطورة فوزية خلفت من الشاه محمد رضا بهلوي بنت سموها شاهيناز، وده عكاها زيادة لأن الإمبراطورة ما خلفتش ولي العهد للشاه. بعض الموروثات الفارسية بتقول ان لما يكون اول مولود للشاه انثى مذكر فده بيعتبر نذير شؤم، فقد يغتال الشاه او ينحى عن عرشه. والمثير للدهشة والغريب ان ده حصل فعلا. محمد رضا بهلوي كان هو اخر من حكم ايران، كان هو اخر شاه لايران قبل الاطاحة بيه بسبب اندلاع الثورة الاسلامية سنة 1979. وكمان زادت قوي خيانات ولي العهد لمراته الأميرة فوزية. جيت تتخانق يا جماعة؟ كانت كل الأسباب دي كافية جدا علشان تصاب الأميرة فوزية بالاكتئاب، وتعالجت فعلا عند طبيب نفسي أمريكاني بداية من سنة 1944، واللي قال كده جوز بنتها شاهيناز وزير الخارجية الإيراني في عهد الشاه أرشير زهيدي، لما قال المعلومة دي للمؤرخ الإيراني الأمريكي عباس ميلاني في لقاء سنة 2009. وقال كمان إنها قالت قبل كده إن جوازها كان بدون حب وإنها برضو ما طلبتش الطلاق. كل ده كان الملك فاروق بيتابع كل اللي بيحصل لأخته المقربة الأميرة فوزية عن طريق تقارير سرية كانت بتوصله. التقارير بتقول إن الأميرة فوزية تعيسة في حياتها وبتقضي معظم الوقت منعزلة في أوضتها، وزي ما الملك فاروق أخذ قرار الزواج برضو أخذ قرار الطلاق، ليكون بذلك الطلاق الأكثر غموضا في التاريخ. كريم ثابت بيوصف ملابسات قرار الطلاق في مقدمة كتابه طلاق إمبراطورة، وقال بأنها كانت أقرب إلى القصص الخيالية منها إلى القصص الواقعية، كما لو أن الحبكة هذه قد أعدها الشيطان بذاته. الملك فاروق طلب من الشاه أن فوزية تيجي القاهرة عشان تهني أختها فايزة بجوازها من محمد علي رؤوف. وافق الشاه طبعا وسمح لفوزية بالسفر مع الحاشية الخدم والحشم بتوعها، وجت فوزية على مصر. ونزلت فوزية في قصر أنتونيادس في اسكندرية، وبالليل الملك فاروق أخوها دعاها علشان يتعشوا سوا في قصر راس التين في اسكندرية برضو. محدش عارف ازاي أقنع فاروق أخته فوزية بالطلاق، لكن كريم ثابت بيرجح في كتابه انه ربما ادعى الملك فاروق ان في مؤامره ضد فوزيه بغرض التخلص منها، لان في ناس متضايقه انها امبراطوره ايران. كانت فوزيه بتثق في اراء اخوها فاروق، لقت ان ده هو الصواب والخيار الامثل، فوافقت انها تفضل في قصر راس التين وانها تقطع اي اتصال بينها وبين الحاشيه الايرانيه اللي كانت جايه معاها. وكانت المفاجأة لما تم تهريب كل متعلقات الأميرة فوزية وملابسها من قصر أنتونيادس
اللي نزلت فيه مع الحشة الإيرانية، وكمل فاروق خطته لطلاق فوزية من الشاه وطلاقه برضه في نفس الوقت من الملكة فريدة، ليتزامن الطلاقين مع بعض ما بين القاهرة وطهران. وبكده فاروق شتت تركيز الشعب عن طلاقه من الملكة فريدة اللي زعلهم، وخلى الشعب يتظاهر ويهتف خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة، زي ما ورد في كتاب فاروق من الميلاد إلى الرحيل للدكتورة لطيفة محمد سالم. وكانت من شروط الطلاق ان شاهيناز بنت الأميرة فوزية تعيش في طهران، ووافق الملك فاروق وفوزية. فاروق منع وصول اي رسائل لفوزية من ايران حتى صور بنتها، ومنع عنها اي اخبار من ايران او افراد الاسرة الملكية هناك، وحجب عنها الصحف اللي فيها اي اخبار عن طهران. واستعادت فوزية لقبها مرة تانية الأميرة فوزية، وما بقاش فيه لقب إمبراطورة. هي أميرة فوزية ما سابتش مصر خالص، حتى بعد ما قامت ثورة 52 ضد أخوها، وفضلت عايشة في اسكندرية لغاية ما توفت في 2 يوليو 2013 وعمرها 91 سنة الأولى. الفوزية الثانية سيداتي أنيساتي سادتي اللي معانا النهاردة هي فوزية بنت الملك فاروق. يمكن قصة حياة الأميرة فوزية الثانية بنت فاروق مش شبه قصة فوزية عمتها، لكنها برضو كانت نهايتها حزينة لا تليق بنهاية أميرة من الأميرات. حياة الأميرة فوزية الثانية ما كانتش صاخبة بالأحداث زي عمتها. هي سابت مصر وعمرها 12 سنة مع والدها الملك فاروق إلى المنفى بعد ثورة 52. سماها أبوها فوزية لحبه الشديد لأخته فوزية. كمان الأميرة فوزية بنت الملك فاروق عانت من مرض المفاصل طول حياتها، ولما سافرت مع أبوها المنفى في إيطاليا دخلت مدرسة داخلية في سويسرا، ولما اتخرجت منها اشتغلت مترجمة فورية هناك، وما رجعتش مصر تاني. وتوفت فوزية بنت الملك فاروق وحيدة زي ما عاشت وحيدة في 28 يناير سنة 2005 في مستشفى في مدينة لوزان في سويسرا بسبب معاناتها مع المرض. عاشت الأميرة فوزية حياة حزينة وبائسة بالرغم من انها اتولدت في افخم واعرق القصور الملكية سرايا عابدين، القصر اللي اتربع على عرشه اجدادها الملوك. الثانية. اما الان مع الفوزية الثالثة معانا، وهي فوزية لطيفة بنت الامير احمد فؤاد. والله هو سماها كده فوزية لطيفة. حياة فوزية الثالثة افضل بكتير من الاولى والتانية الى حد ما، يمكن ده علشان ما تولدتش ولا عاشت كاميرة في القصر الملكي واتدهور بيها الحال، او لانها ما عاشتش حياة الدسائس والمكائد اللي كانت بتدبر في القصور الملكية. فوزية الثالثة الصغيرة اتولدت في 12 فبراير سنة 1982، واتسمت برضو على اسم الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد. عاشت الاستقرار الأسري، أبوها وريث العرش الملك أحمد فؤاد الثاني، ما كانش زي أبوه زي الملك فاروق، اتجوز أحمد فؤاد مرة واحدة بس من والدتها دومينيك فرانس بيكار، فرنسية يهودية، أسلمت بعد كده واتسمت الملكة فضيلة، وخلفت ثلاثة الأمير محمد علي والأميرة فوزية لطيفة والأمير فخر الدين. لكن الملكة فضيلة والأمير أحمد فؤاد اتخانقوا سوا واتطلقوا سنة 2006، وعاش الأولاد مع أبوهم. الأميرة فوزية لطيفة اشتغلت بصراحة في مجال العلاقات العامة والإعلام، واشتغلت كمان دبلوماسية ضمن وفد مونت كارلو في النمسا، وكانت تحمل جواز سفر إمارة موناكو، واتجوزت مؤخرا من رجل فرنسي مسلم اسمه سيلفان هنودو مهندس إلكترونيات. برضو طولت عليكم. أريفوار. ثلاثة فوزية حتة واحدة. المرة اللي جاية هحكي لكم الخمسة فتكات.